السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم آية، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. الوصفة تاعنا اليوم هي السفنج ولا الخفاف، كاين يقولها السفنج كاين يقولها الخفاف. نفوتوا نشوفوا على بركة الله المقادير وطريقة التحضير. عندنا زوج كيسان ماء دافي، الكاس اللي نكيلو به الماء نكيلو به لافارين، وربع كيسان فارينة. عندنا مغرف كبيرة سكر، عندنا مغرف كبيرة خميرة الخبز، عندنا الملح، وعندنا مغرف صغيرة نتاع الخل. نفوتوا لطريقة التحضير. نديروا زوج كيسان تاع الماء، بسم الله. نضيفوا لهم مغرف سكر، نضيفوا مغرف خميرة ما تعمريهاش بزاف، نضيفوا مغرف صغيرة خل، الملح نخلوه حتى من بعد، نخلطوا مليح، نضيفوا الكاس الاول تاع لافارين. نضيف الكاس الثاني، نديرو زوج كيسان فقط. هاد العملية خلطيها مليح وغطيها وخليها واحد 5 مينوت 10 مينوت تلقيها تفاعلت الخميرة مع السكر ومع لافارين، وبعد نكملو الوصفة. شوفي طلعت شويه والخميره تفاعلت مع الفارينه والسكر. دركا واش نضيفو؟ نضيفو الكاس الاول تاع الفارينه، الثالث نضيفو الكاس الثالث تاع الفارينه. ونضيف مغرف صغيره تاع ملح. والكاس الرابع نبدا نضيف تدريجيا، يعني على حساب الفارينه، كاين الفارينه اللي تشرب وكاينه اللي ما تشربش. نبدا نضيفو بشويه، هكذا غطيه وخليه واحد 10 مينوت ماشي يخمر كاع، يخمر غير شويه، ومن بعد هبطي له الخميره، ومن بعد زيدي غطيه برا ثالثه وخليه يخمر حتى يتضاعف الحجم تاعو. بعد يكون عندك بلاطو هنايا دهنيه بالزيت، وعاد تبداي ديري بيزات صغار هكا، thank you.
فين نقول لك طريقه الطهي. تكون عندك المقله هنايا، نقصي لها النار، ديري فيها غير شويه تاع الزيت. تكون عندك كسرونه هنايا تكون عاليه في الحواف، ديري فيها كميه شويه كبيره تاع الزيت. نبداو نطيبو هكا على بركه الله. نجيبو العجينه نبدا نفتحو معاك. بسم الله. بخي نهزها ديريكتومون منا من المقلة هنايا. نديرها هنايا نخلي عليها طيب الأقل. شوفي كيفاش تطلع بلا ما تديري عليها الزيت ما والو. وبعد تقلبيها هكذا تكوني منقصه النار. هنا ثاني تكوني منقصه النار، طيبيها من التحت وبعد ترجعيها بالزيت هنايا. هذا يكون شويه سخون، يكون كميه تاع الزيت تكون بزاف. انا نكمل كامل الكميه اللي راه عندي ومن بعد تشوفوا الشكل النهائي للسفنج اللي درناها معكم اليوم. هذه هي الوصفه اللي درناها معاكم اليوم، السفنج ولا الخفاف. يجي ما شاء الله وما يرفدلكش الزيت لداخل، ويجي خفيف كما راكي تشوفي. ان شاء الله تجربيه وتنجحي فيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.